قال سانتوس في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام: لا زلت أتذكر مباراتنا أمام المغرب في كأس العالم 2018، لم يكن الأمر سهلا، لدينا مواجهة صعبة ضد منتخب هزم إسبانيا، سيطرح لنا عدة مصاعب ولن يترك لنا مساحة شاسعة. وأضاف قائلا: مقابلتنا أمام المغرب في 2018 كانت بإيقاعة عالية، لقد كانت الأصعب في المسابقة بالنسبة لنا آنذاك، أصعب حتى من لقاء الأوروغواي الذي انهزمنا فيه، سيكون منافسا قويا. قال سفيان مرابط في تصريحات إعلامية تالت المواجهة: كانت هناك شكوك لمشاركتي بهذه المباراة بالأمس، بقيت مستيقظا حتى الساعة الثالثة فجرا. وتابع: استيقظت حتى ذلك الوقت لأقوم بالعلاج الطبيعي، وتلقيت حقنة قبل المباراة، لا أستطيع التخلي عن اللاعبين وبلدي. قال عصام الحضري خلال حضوره ضيفا في برنامج على قناة الكأس القطرية: أن كتب التاريخ بعد 36 سنة لم يصل للدور الثمن، حاليا وصل للربع، لذلك يجب أن نرفع القبعة لكل اللاعبين. وتابع قائلا: أنا واحد من الناس الذي تربطهم علاقة كبيرة بالحارس ياسين بونو، فعلا هو شخصية هادئة ومحترمة، لذلك تيسرت له جميع الأمور، عندما تصدى لضربة الجزاء يعني أنه يقوم بعمل كبير. أضاف قائلا: هذا يحسب للمدرب وليد الركراكي الذي جهز اللاعبين، كما تابعنا اللاعب الرسمي هو نفسه الموجود بدكة البدلاء، يعني لا يوجد أي فرق بينهما. قال وليد الركراكي في ندوة الصحفية التي تلت مواجهة إسبانيا: حكيم زياش هو صغيري، الشعب المغربي طلب به وهو أحس أن عليه تقديم شيء ما. أتابع: لا أعلم لحدود اللحظة لماذا كانت لديه مشاكل في السابق، إنه إنسان أمنحه المسؤولية والحب، إنه كنيمار في البرازيل وامبابي في فرنسا.